أهلا بكم. سلم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزكا رسالة خطية من رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح أثناء استقباله الوفد الوطني. وتضمنت الرسالة شكر وتقدير رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللحكومة والشعب الكويتي الشقيق على استضافتهم للمشاورات الهادفة إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام في اليمن والإشادة بالعلاقات التي تربط اليمن والكويت وما تبذله وبذلته الكويت من جهود لمساعدة الشعب اليمني خلال مختلف المراحل. وكان أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد خلال لقائه وفد القوى الوطنية على إحلال السلام في اليمن والخروج من جولة المفاوضات الحالية بحلول سلمية، كما أجرى الوفد الوطني لقاءات مع الرعاة الدوليين. لقاءات مكثفة أجراها الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت والمتمثل في مكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والأستاذ محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله خلال 24 ساعة الماضية في إطار تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل ينهي العدوان ويعود باليمن إلى شاطئ الأمان، حيث التقى سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوفد الوطني برئاسة الأستاذ عارف الزوكا والأستاذ محمد عبد السلام مرحبا بهم ومؤكدا حرصه الشديد وحكومة الكويت على إنجاح المشاورات والخروج بنتائج تضمن انتقال اليمن إلى مرحلة السلام وتجاوز ما خلفته فترة الحرب والصراع من آثار وفرقة مدمرة، مشيرا إلى أن الكويت ستقدم كل العون والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشاورات. من جانبه عبر الوفد الوطني عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافة هذه المشاورات وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية التي يحظى بها، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تبادر فيها دولة الكويت لاحتضان اليمنيين وإصلاح شأنهم، فقد سبق للكويت أن احتضنت العديد من اللقاءات في فترات سابقة وتكللت جهودها بالنجاح وحل الخلافات بين اليمنيين، مؤكدين بأنهم جاءوا إلى الكويت من أجل تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. لابد أن يعلم الشعب اليمني ويعلم من يهتم بالشأن اليمني بأن العالم الذي كان يصم آذانه عما يحدث في اليمن طوال عام كامل من العدوان أصبحت اليوم أنظاره متجهة إلى قضية اليمن في التي طرحت للحوار والتشاور في دولة الكويت. السفراء سفراء الدول دائمة العضوية موجودون هنا، الأمم المتحدة موجودة هنا، كل الأطراف حتى دول العدوان بقيادة السعودية حاضرة في التشاورات، وهذا يعتبر شيء إيجابي. المؤكد هذه المرة أنك تتخاطب مع جوهر من بيده الحل والعقد، لم تعد تحاور أو تفاوض الواجهة، وهذا يفسح فرصة لحلول ناجزة وعملية باتجاه وقف العدوان بشكل كامل، وقف إطلاق النار بشكل كامل، والذهاب إلى مفاوضات حول الأطر التي ستحمل آلية أو حول الآلية التي ستترجم ما يتم الاتفاق عليه على الأرض. بيان الأمم المتحدة بشأن اليمن تطرق إلى مشاورة الكويت قوبل باهتمام، وخاصة وأنه قد أكد على وحدة اليمن وسيادة ترابه، لكنه لم يكن معبرا عما يجري في البلاد بشكل كامل كما يرى البعض. البيان جاء غير إيجابي في بعض بنوده، كما أنه تناقض مع إحاطة، كما أنه تناقض مع بيان مبعوث الأمم الأخير الذي كان قد أبدى ارتياحه للتقدم الذي حصل في الواقع. المجتمع الدولي يظهر قدر من الاهتمام بمشاورات الكويت، ويبدو عليه قدر أكبر من الحرص مقارنة بمفاوضات جنيف وبييل، وهذا يدعمه القرار الدولي وأيضا التحركات للسفراء عدد كبير جدا من الدول هنا في الكويت المتابعين للحوار. مثلها مثل أي مشاورات تتعرض مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية لعقبات وتظل معلقة بين التفاؤل والتشاؤم بنجاحها، إلا أن سقف التفاؤل فيها كان ولا يزال مرتفعا. سعى
سواء من حيث حرص الأشقاء في دولة الكويت على إنجاحها أو من حيث إصرار معظم الأطراف على التوصل إلى حل سياسي مرضي للجميع يجنب اليمن المزيد من القتل والدمار. مد وجزر، شد وجذب، تلك هي حال المشاورات بين الفرقاء، لكن الأهم من ذلك كله أن هناك وطنا ينتظرهم بأن يتحولوا إلى رفقاء وأن يتنازلوا تنازلات العظماء، فلا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم بين أبناء الوطن الواحد. وطوبى ليد امتدت من أجل السلام للاستسلام. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، الكويت.